وإلى الشأن الإنساني، حيث رست في ميناء الزيت بعدن باخرة تحمل على متنها معدات وتجهيزات طبية مقدمة من الهلال الأحمر لتجهيز مستشفى الجمهورية الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 90%. وصلت إلى ميناء الزيت بمحافظة عدن باخرة تحمل مساعدات ومعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لإتمام عملية تأهيل الجانب الصحي. اليوم نستقبل الأجهزة والمعدات التي وصلت من دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بها سوف بعد وصول فريق الجراحين من دولة الهند سوف نقدم الخدمات الضرورية والهامة لجرحانا الذين أسهموا بدمائهم وأرواحهم في تحرير مدينتنا. فهنيا لعدن ومواطني عدن هذا الإنجاز. المعدات الطبية هذه ستدعم مستشفى الجمهورية التي شارفت أعمال التأهيل فيه على الانتهاء بعد أن بلغت نسبة الإنجاز فيه ما يزيد عن 90%. لتكون هذه دفعة أولى في تجهيز مستشفى الجمهورية التعليمي الذي إن شاء الله نتوقع إن شاء الله إعادة تشغيله خلال الأسبوعين القادمين. العمل جاري خاصة في إعادة تأهيله على نفقة الأخوان في الهلال الأحمر الإماراتي. اليوم التجهيزات هذه أيضا إن شاء الله ستكون أيضا خير عون أيضا لزملاء الأطباء لممارسة عملهم. تجهيز مستشفى الجمهورية الذي يعد أكبر مستشفيات اليمن وأقدمها من شأنه أن يخفف كثيرا من حجم المعاناة الصحية التي خلفتها الحرب الأخيرة على عدن وعلى المحافظات المجاورة. يسابق الهلال الأحمر الإماراتي الزمن في سرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية، والتي من أهمها قطاع الصحة. زكريا السعدي لأخبار الدار، عدن.